قلتي لي انك رح تاخديني اليوم على بيت تيتا مزبوط؟ اي نعم مزبوط. لشو الشنطة؟ بدك تروحي معي يعني؟ ايه بدي روح معك. وبابا رح يجي معنا كمان؟ لا بس انا وانتي. طيب ليش بابا ما بده يجي معنا يعني؟ هيك احسن اله. يلا تعي لدبلك اغراضك. ماشي. أهلا وسهلا عزام. أهلين فيك. شرفتونا. الباقية بحياتك. حياتك الباقية عزام بيك. الله يخلي لك حبابك. خليني أعرفك، حسان عزيز أغلو. أهلا وسهلا يا بيك. أهلين فيك. حسان بيكون صهري وكمان هو شريكي بالشغل، هو اللي حب نجي لعندكم. الباقية بحياتك. تسلم يا ابني الله يخليك. لو تخلينا حضرتك نروح لعند عيلته ونشوف وضعهم هلا. طبعا تفضل. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا لجوا. شو ما بدك تفوت رؤوف بيك؟ ها؟ لا ما في داعي، أنا رح ضل هون بلا ما فوت كمان. طيب مثل ما بدك. خليكم مرتاحين، لا تعذبوا حالكم. عزام بيك أكيد بتعرفيه، وهذا صهره السيد حسان بيك، قال إنه جاي من اسطنبول مشان يشوفكم. يمكن هلأ مو وقت هاد الحكي، بس بتعرفوا. كتر خيرك يا بيك انك سألت عن وضعهم، هالشي بكفينا يا بيك. بس نحن كتير زعلنا على الشي اللي صار، اللي راح ما عاد يرجع أبدا. إذا بتحتاجوا أي شي نحن صدقني نحن لما عم ينقصنا شي عزام بيك عم يكون حاضر وما عم يقصر أبدا. أنا كمان جاي لحتى أعمل اللي بقدر عليه. لا هيك ما بصير، هدول ما فيني اقبلهم ابدا. لو سمحت ما تخجلني وترجع لي اياهم. لا تفهمني غلط، انا ما عم قلل من قيمتكم، بس يا بيك اسمعني يا احمد، انت بتعرفني منيح، انا بعتبر حسان مثل ابني، لا تكسر خاطره. خدهم. اذا غلطت مع حضرتك انا بعتذر. اذا صار غلط بنكون نحن الغلطانين. بترجاكم تسمحوا لنا نوقف معكم. قال بدك يعني أمي؟ عادي بنتي. تفضلي أمي، بشو بدك يعني؟ بصراحة ما عم بعرف كيف بدي بلش بنتي. شو صاير احكي؟ أمي صاير شي مشكلة؟ لا بنتي، بس ما بعرف إذا هالشي مشكلة ولا لا. ليكون جلال صاير معه شي هنيك؟ لا بنتي لا، جلال كتير منيح. أختك إجا نصيبة يا سمر على عريس قال بده إياها. من بيت مين؟ نعرفهم نحنا؟ تعرفون؟ من ميديات، حتى من ماردين، شاب من عشيرة الشلبي المعروفة، وطالب دينا ليتزوج بسرعة. مستحيل، أنا ما بدي يتزوج أبداً. ما رح تساووا هيك شيء أمي، أكيد ما رح توافقوا على هالجوازة. ما بعرف يا بنتي، بس الشاب منيح وما في منه. أبي ورؤوف شو رأيهم بهالقصة؟ رؤوف لسه ما حكيت معه. وأبوكي؟ قلت لك أمي أنا ما بدي يتزوج. دينا دينا شوفي شبكي؟ ما فيني شي. ليش عم تبكي لكان؟ قولي شبكي بلكي بقدر ساعدك. ما في حدا بهالدنيا بيقدر يساعدني، ما في حدا. ما بعرف ليش كل اللي هون بدهم يخلصوا مني. شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ أنا بعرف قديش أهلك بيحبوكي وبيخافوا عليكي، حتى إنه أختك سمر بتحبك كتير. ما في غيرها معي، ما في حدا. أصلاً لو كانت سمر عايشة معنا هون كانت منعتهم يزوجوني من هذا الزلمة. لو شفت أمي قديش انبسطت، قال رح يجي مشان يشوفني. ما بظن يعملوا هيك شي بدون ما توافقي. لأن بلا وما رح ياخدوا رأيي بشي، بالذات أخي رؤوف. مو قال بده يغسل شرفه؟ أنا ما فيني،
ما فيني اتزوج حدا هلا، اصلا ما فيني اتطلع بحدا. شو اعمل اذا اياد لساته بقلبي؟ ما رح ارضى اتزوج حدا حتى لو بدي موت حالي. هلا صرت اعرف ليش اياد كان يحبك كل هالقد. هو خبرك؟ كان يحبني كل هالقد عن جد عم تحكي؟ طبعا هو خبرني، بس مو بس الي وللكل كمان. اول ما رجع من ضيعتكم لعنا كلهم حسوا عليه قديش هو متغير. كنا مبسوطين كتير. طيب وهلا شو مشاني؟ شو بدي ساوي اذا راح؟ فعلا هو راح وما بقى فينا نرجعه شو ما عملنا. دينا. نعم. زعلاني عليه قد مو انا زعلان؟ اكيد. بتعرفي لو كان هون شو كان رح يعمل؟ شو رح يعمل؟ من هالمحل، محل مو انا قاعد هلا، كان رح ياخد صوره لميديان ورح يكتب لي على قفاها انه زعلان علي لاني ما عم شوف الغروب، ورح يبعت لي اياها اول ما يخلص. رفيقتك اجيت لتشوفك. عزام بيك. نعم يا ابني. لازم نروح على قيادة الشرطة. شاهر. امور عزام بيك. بدي اياك توقف على اليمين. حاضر عزام بيك. بيقولوا الحيطان بيسمعوا، مشان هيك أنا ما بدي إياك تحكي قدام حدا. معك حق. هون مناخد راحتنا. أنا ما خبرتك شو صار بيني وبين قائد الشرطة يا ابني. بلا. هو قال راح يحل القصة بنفسه، هيك وعدني لما رحت لعنده. حكي لي عن هذا الشخص أكتر. صعب اشرح لك عنه. هو تعين جديد بس مؤدب وصادق ومبين إنه قبضاي. وشو رح نعمل عزام بيك؟ والله ما بعرف يا ابني. بعد ما أداة الجريمة ضلت مخباية طول هذا الوقت، هلأ كيف بدنا نشرح لهم؟ أحسن شيء إنه نروح ونسلم السلاح. بس في شيء شاغلني. شو هو؟ سمر. ما بدي إياها تصير طرف بالمشكلة. وأنا هذا اللي بتمناه. منلاقي حل الموضوع. أنت لا تاكل هم. مو وقتها هلأ. في مسألة أهم منها بكتير. إذا صار وطلع ابني جلال من السجن هلأ، يا خوفي وقتها إنه عمك نزار يتهور ويعمل شغلة مو منيحة. ما بيعمل شيء. أنت نيتك كتير طيبة وزيادة عن اللزوم. بعدين نزار أنا أكتر حدا بيعرفه، أبداً ما راح يترك القاتل بحاله. إذا ثبت إنه جلال بريء بعدك، إنه أنا اللي رح أسلم القاتل للعدالة بإيدي وقبل ما عمي نزار يقدر يوصل له. يوسف.
فكرت اني ما عاد شوفك ابدا. شو هاد اللي عم تقولي؟ ليش انا فيني اعيش بلاكي؟ قلت لك اصبري شوي. شوفي انا هون ليكني. بالزور طلعت من البيت بسبب امي، غير انه كنت مريضه كثير. من شو مريضه؟ كتر الزعل وبعدك عني ما تحملته، فمرضت بالاخر. حتى النفس بالزور عم اخده، بس هلا تحسنت لانه شفت وشك وسمعتك، لانه قدرت امسك ايدك. يوسف انا هربت لعندك، ما عاد بدي ارجع على البيت. ما بيصير، ما منقدر هلا. لو بقدر اعمل هالشي ما خليتك تتركي ميديات. ما في حل غيره يوسف، انا ما عندي غيره. بابا عرف قصتنا وانا تركت لهم رساله قبل ما اطلع منشان ما يدوروا علي. بدي اعيش مبسوطه مع اللي بحبه انا. كيف بتعملي هيك فتون هلا؟ كيف اذا ما عاد بدك ياني خبرني هلا، بعرف كيف دبر حالي ولاقي حل. بس ما عاد بدي ارجع على البيت، بابا بيموتني. بابا شو في؟ ما في شيء. جايين لهون لأنه بدنا نحل مشكلة قديمة، وفي أمانة لازم نسلمها اليوم للشرطة. أمانة انحطت بين الإيدين الغلط بيوم من الأيام. خير يا ابني، بدك تقول شيء؟ لا بابا. طيب طالما هيك خلينا نشوف شغلنا بقى. ليش عم تطلع فيني ولا؟ تفضل. عزام بيك وصل. خليه يدخل. تفضلوا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلين يا هلا. حسان عزيز أغلو ما هيك؟ إيه نعم. تشرفنا، تفضلوا. حضرة المدير، أكيد أنت بتعرف سبب جيتنا لعندك اليوم. في شيء له علاقة بدعوة جلال. بالصدفة وقع بإيدينا السلاح تبع الجريمة. تفضل. معقول لقيتوه بالصدفة؟ ايه حضرة المدير، هذا اللي صار. ومنشان نحن نعمل واجبنا مع العدالة جبنا السلاح بنفسنا لحتى نسلمكن اياه باليد. مو معقول، شو هالصدفة هي؟ فينا نقول انه حدا بالسر حطه على بابنا. انتو شو بتفرق معكن؟ مثل ما بتعرفوا نحن كل معلومة بتهمنا مشان نعرف القاتل. للأسف نحن ما عندنا معلومات أكتر من هيك. وما تنسوا كمان إنه المقتول بيكون أخي. طيب بما إنه هيك عم تقولوا، بالنهاية كل شيء رح يبين بالمحكمة. سمر 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 ولك ولا سمر. ما تعلق الدنيا ببعضها مرة تانية بكفي. سمر انزلي ولك. رؤوف شو انت مانك ناوي تريحنا ولا يوم ابدا؟ وين سمر؟ ما بكفي لما قلت لكم وين سمر؟ هلا بدي سمر. رؤوف امشي هون زحمة بنحكي برا. يلا احكي اللي بدك تحكيه هون، انا ما بخبي شيء. ولك عم اقول لك تعب تجي ولك حيوان ابنك يا قولي اللي بدك تقوله هون.
يا لا تقول شي. ولك انتي بدك تعلميني وليه؟ ها؟ انتي هيك تربيتي وليه؟ ولك بس فهميني، لما حدا بيعطيكي امانة كيف بتعطيها لواحد غيره وبدون حتى ما تعطيه خبر؟ ها؟ وهالامانة انا ما قبلتها، باخذها غصب عني؟ لا ما حذرت بالمرة. ها؟ هلا ما بقى فيكي تحمليها، صار الحمل تقيل عليكي. وانت قلتها، ذنب غيرنا اللي تحملناه انا واخي جلال وتحاسبنا عليه وسكتنا. معقول؟ شو عم تحكي؟ ما حدا جبرك لا انت ولا جلال تفوتوا بهي القصة. انا قلت لك لا تروحي، ما قلت لك خليكي هون مشان العادات والحكي. لك انت رحتي برجليكي لعندهم. كنت مجبورة اعمل هيك مشان بابا ما يوطي راسه ابدا. اسكتوا بقى بكفي، لا عاد تحكي ولا كلمة زيادة رؤوف. خلص لا، خليه يحكي اللي بده يحكي، بلكي اهرب يخلص بقى. اهري ما هيك؟ لك انت شو شفتي من القهر؟ ايه خلصنا بقى. شو شفتي؟ مفكر انه الواحد يترك ارضه سهله ويروح يعيش لحاله بالمنفى من دون اهله؟ انت بتعرف شو هو القهر اللي كل يوم بفتح عيوني عليه؟ ومن شان شو بقى؟ من شان رجال طول وعرض ما عنده شغله ولا في على لسانه غير كلمه الدم والتار. اسمعي سمر، لانك انت اختي الصغيره تحملتك كثير، بس بكفي. مين معلمك هالحكي وليه؟ ها؟ جوزك اللي مفكر حاله رجال؟ ها؟ ولك هو مفكر حاله انه بيعرف معنى الشرف والاخلاق؟ ها؟ انت اللي عم تحكي عن الشرف والاخلاق؟ ولك كيف بتحكي معي هيك؟ خلص بقى يا عمي، علينا من العمل، لك تعبنا من عمايلة. لا حسن، اوعك تمد ايدك على سمر مرة ثانية. هلا صرت تعمل حالك رجال؟ وإذا كنت ابن عزيز أوغلو ما بيهمني، فهمت؟ بدل ما تقوي أختي علي تعا واجهني، تعا تعا واجهني ورجيني إنك رجال. رؤوف ما عم تسمع؟ تعا ورجيني مراجلك. رؤوف بيكفي بقى، هذا الزلمة عم يهددني ويسبني ببيتي وفوق كل هذا عم يسكتني. قلت لك بيكفي بقى. لو ما أنا ضيف ببيتكم كنت فرجيتك شو رح أعمل فيك. الله لا يسامحكم كلكم. يلا خلصت القصة. أنت منيحة؟ إيه منيحة. أهلا وسهلا. مرحبا، خدي هاي ونزلي باقي الأغراض من السيارة. حسنا، ما سمعتي شو حكيت؟ حاضر أسيا خانم. حسنا، لمين هي؟ هلأ جابتها آسيا خانم. قلتيلي آسيا؟ اي نعم، وقالت لي انه في بالسيارة اغراض غير. وآسيا وينها هلأ؟ تركتها هي وشيرين قاعدين بالصالون. ليش عم تبكي شيرين؟ ما في شي بزعل. اذا هيك ليش بابا ما اجا معنا لهون؟ لانه تعبان شوي هاي الفترة وحابب يقعد لحاله شوي. طيب ليش؟ ما بيقدر يقعد لحاله بالبيت ونحن هوني؟ بوعدك انه ما اطلع من غرفتي بنوب ولا بعذبكم. بس مو هيك القصة يا شيرين، بس تكبري شوي رح تفهمي قصدي منيح.
يعني بابا ما عاد بده يقعد معنا بعد هلأ ماما؟ ما بعرف حبيبتي، رح نشوف. يلا شيرين روحي على المطبخ شوفي لي قدرية إذا عملت لي قهوة. كيفك عمتي؟ أنا منيحة يا بنتي. قولي لي أنت كيفك؟ ماشي الحال. ماما هون؟ لا، عم بتدور على أنور، عم بتحاول تخليه يرجع على البيت، بس رح تتفاجأ لما ترجع وتشوف إنه بنتها صارت عنا وما حدا بيعرف ليش. مزن خانم؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. جاي مشان أنور ما هيك؟ هو هون شي؟ اليوم ما إجا، قال رح يغيب كم يوم مزن خانم. فهمت. مزن خانم؟ نعم. أنور ما عم يحكي شو صاير معه، بس زعلان كتير، فشو المشكلة؟ ما في شي ابني، بخاطرك. مع السلامة. موجودة؟ طيب إمتى بترجع؟ ماشي شكراً لك بنتي. دينا؟ نعم بابا. شبك يا حبيبتي؟ شو صاير معك؟ ما في شي، أنا منيحة. بس ما أكلتي شي يا بنتي، ومن الصبح ما عم تحكي بنوب. ما في داعي إنك تشغل بالك عزام، بجوز متضايقة من اللي عمله رؤوف. دينا شو رأيك نروح نتمشى شوي؟ مثل ما بدك. تجوا معنا؟ ما في مشكلة إذا بيسمح لنا عزام بيك. شو هالحكي يا ابني؟ فيكن تاخدوا راحتكن، لكن خلونا نمشي. يلا جوال. شو الموضوع يا سعاد؟ شبه بنتك؟ بعتوا لنا خبر اليوم في جماعة بدهم يشوفوا دينا، مشان هيك هي متضايقة؟ الجماعة ناطرين خبر منا يا عزام، شو نقول له؟ كنت أحكي لحكايات لشيرين باسطنبول، حكاية نهر دجلة بتعرفها شي؟ كأني كنت مفكر إنه أنا الوحيد اللي عم يتعذب بالحياة. بيوم نزل وحي من عند الله على نبي من الأنبياء وقال له: يا ابني في مغارة بقلب نبع مي، روح ورسوم خط بعصايتك عليها والمي رح تطلع، بس مشان تساعد الأولاد اليتامى والأرامل والفقرة والمحتاجين وتحميهم غير مجرى المي مشان ما تأذيهم. أم هاد النبي نفذ أوامر ربه كلها وغير مجرى المي وخلاها تصير تمرق بين السهول والوديان، ولهيك نهر دجلة بمر من كتير منحدرات وبينبع بطريقة ما بتضر حدا أبدا. مشان هيك بيقولوا إنه نهر دجلة هو نهر مقدس.
حسان، كأنك ما حبيت الحكاية. ليش؟ فجأة تغير حالك، كأنه اللي حكيته ما عجبك. يمكن أنا واجهت حالي شوي. بالوقت اللي كان هذا النهر عم يسقي المساكين والفقرة، كنا نحن عم نقتل الناس. عم تفكر بالشوفير مزبوط؟ مو بس هيك، في شي تاني. اليوم الصبح التقيت بابنه، بس اتطلع فيني وما قال لي شي وما اتهمني وما صرخ ولا بكي، واتطلع فيني وضل ساكت. دمرتني من جوا نظرته. قلت لحالي شو بدي أعمل؟ بس ارجع على اسطنبول وبلش بالشغل، معقول انسى؟ وارجع امشي بنفس الطريق؟ ما رح تمشي. وليش متأكدة كل هالقد؟ لأنه اجيت وشفت الأرض اللي عاشوا عليها كل جدودك. مزن خانم، خير في شي؟ آسفة يمكن أزعجتك. لا معقول هالحكي؟ فوتي تفضلي، أهلا وسهلا. تفاجأتي بجيتي لعندك، ما هيك؟ بدك الصراحة؟ مزبوط، ما كنت متوقعة أبداً. من كتر ما تضايقت من المشاكل اللي عم تصير معي، دورت على حدا احكي له وفضفض له. مع انك تركتي انت وحسان، بس بعتبرك مثل بنتي. انت بتعرفي ما هيك؟ شكرا كثير. في شي مشكله بالبيت؟ مو بس مشكله وحده، صار اكثر من هيك. كل واحد صار بجهه. انور ترك البيت، وحسان وجوان راحوا عميديات. عميديات؟ شو بدهم يعملوا هنيك؟ احكي لي عنك، شلون وضعك؟ مثل ما بتعرفي، ما في أي شيء جديد بنوب. ما في حدا بحياتك هلا؟ لا. معك حق، أنا ما بيخصني هذا الشيء. لا شو هالحكي؟ شو عم تقري؟ العناية بالطفل؟ لقيته عندي بالبيت وكنت مالي كتير، ولما قريته لفت انتباهي. وهالشي خلاك تحط عليه ملاحظات وإشارة؟ دور انتي، يعني هو هاد الكتاب ما له علاقة فيكي، مو هيك؟ لا مزن خانم، طبعا لا. بيكون برد الشاي تبعك، بتحبي جدد لك؟ لا شكرا، ما في داعي. يلا بخاطرك. الله معك. مرحبا. يا اهلين. مو هي مزن خانم اللي طلعت؟ ايه هي مزبوط. ايه شو جابها لعندك؟ ما قدرت اعرف بالضبط، بس كأنه في عندهم بالبيت مشاكل. واجت مشان تحكي لك يعني؟ فيك تقولي هيك شي. طيب حكيت شي له علاقة بسمر؟ لا، مزن خانم ما بتحب تكتر حكي، يعني ما ممكن تحكي عن مرت ابنها. وانتي شو حكيتي معه؟ أنا ما قلت لها أني حامل سارة. صراحة لما شافت الكتاب شكت، بس أكيد أنت غيرتي الموضوع فورا. معقول سمعت من حدا وإجيت من شان تسأل؟
يعني بلكي حبت تتأكد منك. شو عم تحكي انتي سارة؟ من مين بدها تسمع يعني؟ شكرا شاهي، خلص انا بكفي. حاضر يا بيك. اذا ما بدك تنامي تعالي على غرفتي. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانتم بخير. وصلك على غرفتك؟ ماني نعسان. تعرف حسان، قرار جيتي لهون من أفضل القرارات اللي أخذتها بحياتي. منيح إنك عم تفكر هيك، لأنه ذكرى إياد كانت لسه مأسرة عليك كتير. بدك الصراحة، بالأول حسيت بالخوف، خفت إني واجه موته، لأني لهلأ مو متقبل هاي الفكرة أبدا. كنت أقوى واحد فينا على طول، بس صرت أسرع واحد بيستسلم. وقت اللي شفت دينا، يعني شلون قدرت تصبر؟ ما عاد فكرت بحالي وبحزني كتير. هي توجعت أكتر شي وعاشت أصعب موت، شافت آخر نفس تنفسه حبيبة. حسان أنت ملاحظ إنه بحكي عنا كتير؟ شو قصدك يعني؟ يعني كأني كنت مفكر إنه أنا الوحيد اللي عم يتعذب بالحياة جوان، وما قدرت حس فيك وبوجعك. ما إجا الوقت المناسب لتحكي لي حسان؟ كل الأمور إجت هيك، واحترت على شو أزعل، على وضعك أنت، ولا على موت إياد، ولا على حالة أمي، ولا على الشوفيرية اللي عم يموتوا، ولا على أختك المسكينة، ولا على علاقة 5 سنين مع بدور، ولا على مرتي اللي ما بعرفها، سمر الصافية النقية. على شو بدي أزعل جوان؟ حاسس راسي رح ينفجر. بحياتي ما حسيت بالعجز مثل هذا الوقت أبدا. حسان، ممكن أسأل سؤال خاص؟ سهل. هلأ شو عم تحس تجاه سمر؟ رؤوف انت هون؟ دورت عليك كتير. لا امي ولا ابي، ما حدا بيفكر فيني بهالدنيا. انت سكران ومو عارفان شو عم تحكي، معقول هالشي؟ انا ماني سكران، ماني سكران، ولا تتعاملي معي على الاساس. مو شايف كيف عم بيحطوا حسان فوق عيونهم وراسهم قدامنا؟ بحياته ابي ما شغل باله فيني. شي مرة ابي فكر انه يسأل عن وجعي؟ يلا رؤوف ما بدي اروح على الغرفة. شو هذا يا؟ يلا رؤوف قوم ننزل لتحت. شو صاير لتشرب هالقد؟ يعني ما بتعرفي شو صاير؟ شو صار لي ساعة عم بحكي ولسه بتضلك تسأليني؟ مو أبي صار عنده ابن جديد، أنا عم بشرب كاسه. شهفار صار عندهم ابن جديد، حسان عزيز أوغلو، على شرفه عم بشرب. خلص رؤوف، ما عم تضر غير حالك. بعدين حسان هلأ صار مثل أخوك لأنه جوز أختك. لا ما صار، فهمتي؟ ابن عزيز أوغلو بيضل عدوي طول العمر وانتهينا. بس يا رؤوف. روح يلا من قدام وشي بسرعة، انتي كمان صرتي مثلهم أصلا. ما عم قلك روحي من وشي؟ ليش لساعتك هون؟ ولا ما بدك تسمعي كلمتي كمان؟ روح يلا.